عودة إلى السباق الانتخابي في الولايات المتحدة، قدمت مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس حاكم مينيسوتا تيم وولز إلى حملتها الانتخابية بعد أن تم اختياره لمنصب نائب الرئيس، وعقد المرشحان الديمقراطيان أول تجمع مشترك لحملتهما في فيلادلفيا أكمر مدن بنسلفانيا، وستبدأ نائبة الرئيس جولة في سبع مدن في الولايات المتأرجحة بعد إعلانها الرسمي عن مرشحها لمنصب نائب الرئيس. حملة ترامب علقت على اختيار هاريس لوولز ووصفته بأنه متطرف ليبرالي خطير.